يفهم بزنس. يفهم بزنس مع ياسمين بنور على يفهم أحلى راديو. يفهم أحلى راديو. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على فريكانس راديو يفهم ولا تتابعوا فينا على الباج فيسبوك. كيف كيف زادت نجموا تتابعونا على اليوتيوب. حلقة جديدة من يفهم بزنس اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024. رونديفو اللي نحكيوا فيه على فريات على البزنس على الفلوس خلق المشاريع. نحاولوا من خلال البرنامج نعملوا طلع على المشاريع الناشئة ونحكيوا على الأعمال الناجحة. ناخذوا فكرة كذلك على السوق التونسية والعالمية في مختلف المجالات. هذه يفهم بزنس كل يوم من الاثنين للجمعة من 11 لنص النهار. هي تنعرفوا شو عنا في الصماغ اليوم. البداية باش تكون بمشروع تونسي يسمح بمراقبة مرضى السكري. باش نحكيو بأكثر تفاصيل مع مدام منال مراد صاحبة المشروع هذا. مؤتمر في مجال التكنولوجيا والمجال الفضائي. باش نعملوا طلع على الفضاء اليوم من خلال تجربة مزيانة برشا. باش نحكيو مع جواهر بوكثير مكلفة بالإعلام بمؤتمر سبيس ستار. نحكيو زيادة على التحضيرات لتنظيم منتدى تونسي التونس تونس العالمي للتونسيين بالخارج اللي باش يصير في باريس المرة هذية. معنا مريم بربيع بريزيدون دو لا تشوش. هذا باش نسمعوا اليوم في اف ام بزنس تو 11 و12 دقيقة. البرنامج من اعداد ملك المعلوي اخراج سفيان بوهليل. اف ام تي في. شكون في اف ام تي في يا جماعة؟ ايمان الميكي سالف في الديجيتال. انتم تسمعوا في اي اف ام بزنس مع ياسمين بنور على اي اف ام احلى راديو. مدام منال صباح النور. صباح النور على السلامه. يعيشك ساعه. منال مراد ولا منال مراد؟ منال مراد. مراد اللقب اللي معهود هذاك اللي نعرفوا الكل. مرحبا بيك. يعيشك. جست تقرب شويه للميكرو باش نجمو نحكيو بالكدا. دكه بي سوليوشن نتاع ستارت اب. اي ستارت اب. بي سوليوشن نتاعك كيفاش تصير العملية متاع أنك تتبع ولا تعمل كنترول متاع مرضى السكري قبل كل شيء؟ يعطيني السوليسيون بعد تو نحكيو كيفاش جات الفكرة وعليش أنت اخترت السوليسيون هذي. داكور جست ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة على الاستضافة. عايزك. مرحبا بيك. وتحية للسادة المستمعين الكل. مرحبا بيك. ألوغ من المراد سي او فونداتريس دو لا ستارت اب سكري اللي هي تطبيقة نجم نقول أول تطبيقة تونسية تهتم بمرضى السكري في تونس. هدفها ان يتعاون السكريين على تعديل مستوى السكر نتاعهم في الدم. فما زوج حاجات مهمين لمريض السكر. اول حاجه انه لازمو يراقب وينظم اوقات الدواء نتاعو ولا لي دوز نتاع الانسولين جرعات الانسولين نتاعو. والثاني حاجه واللي هي مهمه برشا اللي هي الماكله. دونك سورتو ماكلتنا التونسيه تعرف اللي هي غيش بالجلوسيدز والكاربس يعني. صحيح. ايوه مشخشخه ويحبوا ياكلوا. اسمع اما كل محروم ايه. راهو يحب يولي ياكل اكثر. اكزاكتومون. تعرف الممنوع مرغوب. هذه هي الجملة الشهيرة. من غديك جات الفكرة. معناتها بالحق مريض السكر يلزمنا سيختو في تونس كيفاش ولا بصفة عامة الشرق. معناتها بصفة عامة خاطر ولينا ناكلوا زادة برشا ماكلات شرقية كيما الكنافة وغيره. دونك كيفاش نعرفوا القيمة الغذائية نتاعهم لي فالور نوتريسيونيل نتاعهم مؤشرهم الجليسيمي اسكو يطلعوا ولا لا. هذا الكل باش يلقاوه في التطبيق نتاعنا. ولا بي كيفاش جات الفكرة؟ كيفاش جات الفكرة؟ جات هي شلون اللي خليها تخطر على بالك معناها؟ جات دابخي معاناتي كأم لبنية سكرية. فوالا بنتي مرضت لي بالسكر. دونك الحقيقة من الأول كانت صدمة كبيرة. وكانت صعيبة كيفاش تتأقلم مع الوضعية. فوالا جوست نحب نقول للناس ولا السادة المستمعين ولا أي حد مر بالظرف هذايا بالحق تخيلوا انه صغير يكون يتصرف وياكل عادي فجأة في قبره مريض بالسكر يولي معناتها ما يزموش ياكل حتى شيء لما يزرق الانسولين وكل شيء نجم يطلع له السكر. ولا اي ما تعرفش اصلا الكنترول صعيب مع الصغار. صعيب مع الصغار سورتو معناتها سورتو مع الصغار. والله حتى الكبار زاده فما حالات تعيسه معناتها دابخي الاكسبيريونس نتاعنا وليزيفينمون اللي قمنا بهم. ساعات تلقى حالات معناتها تعيسه ولي مالغوزمون اللي ديابيت سورتو تيب 2 تو اللي نحكي لكم معناتها شنو انواع السكر وكل شيء اللي يوصلوا معناتها المضاعفات نتاعهم سكنات معناتها يمس لهم الغيتين الشبكيه نتاع العينين للدياليز يوصلوا للدياليز حتى بتر الاعضاء لطف عليهم معناتها
معناتها فوالا. دونك من غاديك نحب نفهم العمليه كيفاش تصير. يعني انت كيفاش تراقب مريض السكري وتعطيه دي ريكومونداسيون، معناتها تقول له اي تو لازمك تعمل هكا، ومن خلال شنو تراقب، شنو هي الاداه اللي تستعملها؟ داكوغ، قلت لك انا اول حاجه كأم باش نجمت من الاول صعيب تتاقلم مع صغيرك وتفسر له كل شيء. الحمد لله الحاجه الوحيده اللي انا بالحق نحمد ربي فيها برشا، واحد ديما يحمد ربي في كل شيء، مي اكثر حاجه انه بنتي تقبلت الوضع نتاعها، دونك ما رفضتش اني تاخذ الانسولين ولا كل شيء. مي انا نحب نقول حاجه اللي انا مامون سيرتيفي في الانسولينو ثيرابي فونكسيونيل، اللي هي طريقه حساب الكاربس. دونك مهم برشا انه مريض السكر يحسب صحنه، يعرف شنو ياكل. هذه حاجه مهمه ونقولها بالحق، انه ان شاء الله دولتنا تزيد تشجع على الحكايه هذه، خاطر حاجه مهمه برشا. دونك انا من حكايتي مع بنتي كيف انا عملنا هذه، ولينا ديما نحسبوا صحنا، وحاجه متعبه كل يوم تحسب. ما تنجم شنو معناها تحسب صحنك ساعه؟ لي كالوري اللي فيها لي جلوسيد. الجلوسيد خاطر الجلوكوز، نسبه التوم تاع الجلوكوز في الدم يتكون 90% نجم نقولوا من الكاربس، من الكربوهيدرات اللي هما النشويات وكل شيء اللي هما. دونك احنا انت يزمك تعرف قداش على كل 10 غرامات جلوسيد قداش لازمك من يونيتي دوزم تاع انسولين. داكورد، باش تولي انت كي تاخذ لي دوزم تاعك تعرف ابوبري، تعرف كيف تعرف ابوبري قداش تزرق. دونك مش هكاكا وبرا، مهم برشا تحسب صحنك وتعرف كيما قلت لك المؤشر الجليسيمي، خاطر فما وجبات راهم الاول تراهم سافا، اما ارجع بعد 3 زوغ تلقى مريقله، لا تلقاه بالعكس طالع على الاخر. اي فوالا، تكون يطلع بعد السكر، فهمت؟ دونك هذا يمشي يلقاوه في الابليكاسيون نتاعنا، انه ينجم يحسب الكونتيتي نتاع الجلوسيد نتاعو، وين يحط لي زونيتي زرارقو، كيف قياس السكر، باش يلقى كوخ يعرف روحه قداش فاسيلمون، باش بعد شهر ولا شهرين يمشي للطبيب ولا 3 موا يلقى الباركور ولا البروغريف ولا نتاعو معدل ومريقل، وكان طالع يولي يعرف كيفاش يحكي مع الطبيب، كان هابط كيف. دونك هذا الكل باش يلقاه في الابليكاسيون جيد، هو مرافق يومي، معناتها كل يوم. دونك هي ابليكاسيون من خلالها نحسبوا الماكله نتاعنا، كيفاش تسهل علينا عمليه الحسبه، معناها هو ايه، هو الناس الكل تحسب اما كيفاش تسهل العمليه نتاع الحسبه، خاطر علاش هما ما يحسبوش، على خاطر ما يعرفوش ولا يبخلوا. يعطيك الصحه، يبخلوا جست ما يبخلوا ولا. والحاجه اللي بالحق فرحانه بها، اللي احنا تو في الفاز نتاع التستينغ، وان شاء الله بيانتو شهر نوفمبر اللي نحبوا برشا، وكل اللي بنتي تولدت فيه، واللي هو ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير وربي فضل، هي اللي يعيشك وزيد معناتها اللي هو معناتها الموام تاع الديابيت اللي فيه لو 14 نوفمبر اللي فيه اليوم العالمي مرضى السكر. ودونك بالحق فرصه باهيه برشا. دونك الحاجه الباهيه اللي بنتي قاعده تستعمل فيها الابليكاسيون، كيما حكيت انت تنجم تبخل ما تستعملهاش، اما من بعد تندم، ريت العشيه تقولي ماما ريت كان قيدت في القايله، تولي بالحق حاجه فرحانه بها برشا برشا، اللي هي كل يوم تستعمل في الابليكاسيون. وبالحق جيت من معاناه مريض السكر، ماهيش اي ابليكاسيون تعمل فيها اي شركه عالميه، ولا جيت بالحق دابخي مون اكسبيريونس مع بنتي. ايه بالنسبه لكل مرضى السكري معناتها بانواعهم الكل، اي احنا من الاول خصصناها من الاول للصغيرات، ومن بعد قلت لك دابخي دي زيفينمون عملناهم دي معناتها كيما جورني مونديال، وعملنا ايفينمون معناتها بعد رمضان وكل شيء، لقينا اللي تيب دو هو معناتها كنسبه هو اكثر، هو اكثر منتشر 90% مرضى السكر هما تيب دو. دونك بوركوا با ما ندخلوا تيب دو وندخلوا الفام اونسانت معناتها الجستاسيونيل ولا المراه الحامل. دونك زاده باش تلقى بسرقة هي زيدة الابليكاسيون اللي تبع من خلالها نظام التغذية نتاعها. مهم برشا ليهم. دونك ما نجموش نستغناو عليهم، معناتها هي المرضى السكريين الكل. ما تنجمش تقول هذه التيب 1 ولا معناها وصغار وكبار ومناسبة لكل الأعمار. أي معناتها الباز نتاعنا فيها لي 3 تيب هذوما. باهي، شنو تنجم تحكي لي عليها الابليكاسيون أكثر، معناتها شنو الحاجة اللي ما حكيناش عليها في الابليكاسيون؟ والله كيما قلت لك الابليكاسيون هي تو باش نخرجوها ان شاء الله بيانتو، معناتها احنا في الفاز تو اللي هي باش تهبط على البلاي ستور. دونك ينجموا يتابعونا على لي ريزو سوسيو سكري ولا سكري اب، سواء فيسبوك تيك توك وانستغرام. عندكم كوميتي معناتها؟ اي بيان سور. اي معناها قداش نخدموا عليها، خاطر احنا مهم برشا التوعيه، بخلاف ان نخدموا هكا التوعيه هذاك جانب مهم برشا، انا نوعيوا العباد، خاطر انا استاذه
في الباس. بي أستاذ شنو بعد أستاذ التربية التشكيلية. بي دونك عندي برشا مرضى بالسكر في القسم، هما زيدوني شحنة على شحنة اني نعمل سكري معناتها ونخرج على الصمت نتاعي ويزمني نلقى سوليسيون. تحسوا على مرض العصر معناها بالنسبه للصغار راهو أيوة منتشر، منتشر على في السن الصغيره مش لي لومب يشعلوا بالحق. أيوة. انا في فاز فما حاجه بيزار، يا اما ما حاشين شو العصر اللي نعيشوا فيه مضغوط برشا وضغط ياسر. أيوة. زاد الماكله اللي ناكلوا فيها خايبه برشا، خايبه وغير صحيه بالمره، معناها لي فاست فود كثروا. أيوة. الحلويات انواعها واشكالها. أيه. ليبات احنا تو ماكلتنا بكلها ليبات، ما عادش ناكلوا في في الحبوب المفيده. أيه. هذا هو دونك اعتقد انه المشكله. أيه. رغم اللي رغم اللي هو تيب 1، هما نوعين من السكر، فما تيب 1 وتيب 2. دونك التيب 1 اللي يجي اكثر للصغار واللي جون ويتسمى بالسكر الشبابي، دونك فجاه من دون اي سبب معناتها وراثي، ما ينجمش يكون وراثي. ممكن فيه عامل وراثي، اما هو يجي فجاه معناتها انه البنكريا تتوقف عن افراز الانسولين، يصير خلل مناعي ولا اكزاكتومون. دونك يوليو ديريكتومون يتوجهوا ياخذوا الانسولين، ما فماش تقول الدواء ولا ولدي يعمل ريجيم ولا كيما انا كنت متوقعه معناتها. اي فوالا، هذا هو واثرت فيه برشا الحقيقه. ونتصور اي انسان أي عنده انسان. شكون في الحد حد في العائله تيب 1 شكون كانت له صدمه معناتها كبيره في حياته. مسمع احنا زاد عندنا باز معناتها نقولوا ليه نحكي على الكبار في العمر. أي. كي يكبر في العمر ويمرض بالسكر باقي اهون من اللي صغير ويمرض. اي والله هما لما حالك صغار يتربوا على حاجه يقعدوا عايشين بك الريقله كيما نقولوا، بك النظام. أي. بك. اما هاني قلت لك الكبار بالعكس واللي احنا طلع شنو هي المشكله في تونس، اللي عادي كيما قلت انت معناتها هكا مريض مرض بالسكر ولا عندي الدم عندي هو ليه راه كان تعرف شنو يعمل في البدن شنو يصير قاعد. ايه. والمضاعفات نتاعو اللي احنا وصلنا بيها، وهذا هي الحقيقه جست نحب نجب قوسين اللي الدوله علاش ما تاخوش حذرها وتجيب دي زوتي يعاونوا المرضى بالسكر كيما دي زاباغي يقيسوا بيهم باش ما يوصلش هو. خاطر نعطيك اكزومبل نتاع مريض السكر، نوع اول يزرق ولا يدق في 1500 دقه في العام باش يحقن، وبخلاف هيك يزيد يدق باش يقيس، يلزمو مينيموم 4 مرات في النهار، دونك سي ترو برشا برشا عليه صغير يقلق باش يفد، يقلق لك بيان سيغ باش يقعد طالع وش يوصل له 10 15. انا نحكي لك على تلامذه راهم سنينهم طايحه، راهم وصلوا مس لهم السكر في عينيهم الاج دو 15 ans، معناتها بالحق يسخفوني برشا. وقعدت نحكي معاهم وبشويه بشويه على هيك قلت لك انا موجوده بحذاك بالحق. زيد الهدف نتاعك زيد انت سونسيبيليزاسيون لو فيت دو سونسيبيليزي العباد اللي قاعده تسمع فينا، كو زيد تفقدوا صغاركم بهره وكي تعملوا معناتها تحاليل من وقت لوقت نتاع المخزون نتاع السكر مش نتاع السكر، خاطر نتاع السكر هذاك ما يوريش يوري ما مش اي المخزون اي مو ديما المخزون ساعتي يبدا طايح بطبيعته عادي ما تشلقش بيه اما به كي تعمل وما يتكلفش يظهر لي اي في الكارون دينار 35 اي فما ونجم حتى يمشي على معناتها السبيطار احنا نقولوا ينجم يعمل في السبيطار يعمل ما فيها بس كي تفقدوا صغيراتكم وكي تفقدوا ماليكم معناتها باش تعرفوا السيد مريقل ولا ماهوش مريقل على الاقل تشوف روحك. كذا راهو نورمالمون ريتوال هذايا عند الناس الكل بدون استثناء، راهو مريض ولا ماكش مريض ماكش مريض. اي نورمالمون واحد يتفقد روحه ويشوف روحه. مالوغوزمون فما دي مامون ولا دي بارون ولادهم وصلت لهم ضعفت السكري باش فقوا رواحهم ولادهم مرضى بالسكر. فما لي صغور اللي قد اللطف عليهم معناتها ولادهم ماتوا ما فقوش بهم مرضى بالسكر معناتها. دونك هو اهم شيء انه يوليوا يمشيوا برشا للتواليت، يشربوا برشا برشا ماء، هذوما من اعراض معناتها مرضى السكر بصفه عامه سواء كبار ولا صغار، ويضعفوا دونك تلقى الشوت كبيره نتاع البوا. دونك اعرف اللي حتى كبار معناتها اذا ضعفوا تلقاهم بعد قد يقيسوا يلقاوه في 5 غرام ولا يدوخ ولا يدوخ ما يكون قاعد يدوخ وقتها يهزوه للسبيطار ولا الارجانس، وقتها يعرفوا اللي هو مريض بالسكر وقتها حسيت الحمد لله ان شاء الله نتمنوا الشفاء والعافيه. وان شاء الله بالحق دولتنا انه تجيب دي زوتي دي زاباغي كيما فريستايل وغيره انهم يعاونوا الناس هذوما، خاطر بالحق حياه يوميه. انا نقول مريض السكر معناتها بالنسبه لي هو سي تان ترافاي مانيوال على بلاس دو بنكرياش، معناتها انه هو يخدم في بقعه البنكرياش. اذا طاح السكر دونك يطلعوا باش يردوا
واذا طلع يزمو يهبطوا باش يخليه ديما معتل دونك سي فاتيغون. انت شنو الخطوه المواليه بعد الابليكاسيون شنو تحب تعمل؟ والله عندي برشا حاجات في مخي الحقيقه فهمت. الابليكاسيون سامي غراتويت هي؟ لا باش تكون فيها بارتي من لو نخليوها التستينغ معناتها الناس الكل تحاول تيليشارجي وتشوف وكل شيء. حكيت عليها شويه فيها برشا حاجات بالحق فيها دي نوتيفيكاسيون فيها لالارم فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال زاده وكل شيء مي جوست بشويه بشويه معناتها ان شاء الله في الديفلوبمون باش تكون ما تنجمش تكون بلاش فلوس اما باش تكون بري ابوردابل معناتها للناس الكل. لا ما قداش باش تعيز ماك تربح شويه كمان اي خاطر سيرفر وايكيب طبعا نستخدم فيها بالطبيعه دونك فلوس هذو معناتها لازم دراسه للسوم معناتها على الاقل ملود تصايبها بسوم معناتها في المتناول ومن بعد يولي في المتناول بلوس بيان سور خاطر بيان سور قد ما تزيد لي فونكسيوناليتي وش تزيد حاجه قد ما تزيد السوم وقد ما والحقيقه تعبتني ماهيش سهله الابليكاسيون بالكل بالكل حتى في الديفلوبمون تاعها خاطر فيها بليزيور ديتاي سورتو كيما قلت لك الماكله التونسيه باش يلقاوها والشرقيه دونك بالحق باش عملنا الكوليك دي زافورماسيون هذه بالاستعانه ب بروفيسيونيل دو سونتي بيان سور معناها اندوكرينو نوتريسيونيست دونك ما نجموش نستغنيو على لي بروفيسيونيل دو سونتي اللي هما مسؤولين على الجانب هذايا في الابليكاسيون دون لاي تي معناتها الديفلوبمون جوست احنا كيما حكيت لك يلقاونا على لي ريزو سوسيو وان شاء الله باش نحكي على حاجه مهمه اللي هي ان ايفينمون باش يكون لو 24 نوفمبر ان شاء الله في حمامات انا جيتكم الحمامات اليوم مرحبا بك يعيشك باش نعملوا بارتناريا مع الكشافه بمدينه الحمامات باش نعملوا كارافان دو سونتي دونك علاش قلت لك ما نجموش نبعدوا على الجانب التوعوي التحسيسي خاطر مهم مهم على الاخر بي دونك بربي سيف ذا ديت معناتها تذكروا النهار هذايا مرحبا بالناس الكل اللي هو يوم 24 نوفمبر كان تحب من بعد نعطيكم لافيش تنجموا تبارتاجيوها باش يكون تحت عنوان سكرك انت مسؤول عليه وبوعيك تنجم تسيطر عليه خاطر بالحق ان فوا وعيت بالسكر نتاعك دونك بالحق تنجم تسيطر عليه ما في حتى شيء معناتها صعيب انك تتلهب ماكلتك اوقات جرعاتك ولا دواك وفوالا هذايا هو يعطيك صحة منال مراد صاحبت ستارت اب شنو اسمها نتاعك؟ ستارت اب اسمها سكري سكري اي ان شاء الله الفاز نتاع اللونسمون باش يكون زاده في الجورني في 24 نوفمبر في 24 نوفمبر في وسط مفلة صحية باش يكون برشا اطباء ناس مختصة في المجال وباش نعملوا جورني داكتيفيتي فيزيك باش زاده اللي يحب يجي يشجع خاطر ممارسة الرياضة مهمة جدا بالنسبة لمرضى سكري بالنسبة للناس الكل راهو مش كان مرضى سكري ونستدعوا الناس الكل راهو حتى لوبيزيتي اللي ولات موجودة عند الصغار كيما حكيت انت مقبيل راهو ولينا نخافوا منها برشا مشكلة اي في كل شيء راهو في امراض ما كناش نشوفوهم قبل ولينا نشوفوهم توا مع الصغار وما كناش نعهدوهم قبل راهو سي غاف معناتها فما حاجه صايره ما نعرفوهاش هاني قلت لك المود دو في نتاعنا مختلف ولاو ديما على التليفونات ما عادش يتحركوا برشا نستسهلوا الماكله الحاضره الشيبس وكل الحكايات اللي بالحق هما معناتها مختلين مختلين على الاخر وهذا باش نلقاو زاده في الابليكاسيون عندنا جانب بارتي كامله اسمها كونسي باش الناس تفهم شنو تاخو لي تيكتاج كلي باش تشري برودويز ماك تقرا عليه منش متكون اي احنا عنا عاده اللي نشريو الاشياء اللي ناكلوها وما عمرنا ما يجي لبالنا نقراو راهو نبهت في عبد ياخو حاجه ما يقراش مكونات نتاعها شنو والله سي غاف بالحق وهذا عند توينسا الكل تقريبا معناتها ما ريتش قليل 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 وين ريت في فضاء معناتها تجاري كبير هكا تونسي واقف في ريان يشوف في حكه المايس شنو فيها انغريديون دونك سا سي خاف معناتها ونورمال مورا والعقليه هذيك موجوده عند الناس الكل اما من للاسف ماهيش موجود ان شاء الله ان شاء الله نحاول واحنا هاني قلت لك نسعى سورتو علاش احنا موجودين باش نعاود نقول لك اللي احنا على لي ريزو سوسيو في ظل الخور نجم نقول اللي صاير اي واحد مغروم بالماكلة نجم يعطيك نصائح لا يزمك تتب فهمتني سورتو على التيك توك بالحق راهو تسمع حاجات غراف مثلا هاو جات عشبة درشنية تنجم تستغنى فما خلطات راهو باهي خاطر بالحق فما خلطات يعملوا فيهم ما نعرفش راهو كي تعطي الكليون ولا تعطي الحليب خلطه الله اعلم هو ما تعرفش انت الحساسيه اللي عنده هو هي شنو
خلطه زيت الاكليل الحلزون راعي في جبل سمامه هذه معناتها حاجات راهو غريبه ويبداو يرحيو فيهم. تيني سوخ سمنين ومنين اسكو ما تعرف اسكو نجم نكون اني نتحسس منها الحاجه هذيك راهو معناتها نعرفوش معناها عبد اليرجيك من حاجه ينجم يموت كي ياكل الحاجه هذيك بعيد الشر والعبيد تخلط وتشري تشري والله مانيش ضد حتى حد راهو وما واللي يخدم على روحه ربي عينه بكل مادام ما ضر حد اما انت تبيع في حاجه ما تعرفش شكون تنجم تضر يزمك تقول ولا تجيب دي بروفيسيونيل دو سونتي ولا تعطي المصدر ما تجيش هكاك راهو قلت لك اللي قاعدين نشوفوا فيه ويبداو يعطيوا عناوين جذابه باش الناس نسبه المتابعه تكون وهو تلقاها ما عنده حتى علاقه لا بالطب لا دونك عليك احنا موجودين على ريزو سوجو فما معناتها اطباء مختصين في المجال يحكي وراهو اي حاجه نهبطوها معلومه راهي مش هكاكه وبرا باش نحاولوا بالحق نعطيو المعلومه الصحيحه مهمه راهو الاختصاص يلزمهم يتكلموا في اختصاصهم بمعنى معناتها عندي معناتها منحله ولا راهو نبيع مثالش نبيع العسل ونبيع الخلطات ونبيع اما نقول راهي هذه خلطه هكا وهذه خلطه هكا مش تقولي خلطه العروس وخلطه الزينه وخلطه الدرشنو وبعد ناخذ الخلطه هذيك وما نعرفش لي زانغريديون نتاعها شنو واصلا كي تقولي اسم النبته مني مش نعرفوا اسم النبته في جبل درشنو اي مني مش نعرف وبرشا ناس راهو وناكل وتصير لي كومبليكاسيون وعبيد تصير لهم دي زانتوكسيكاسيون معناتها في جره خلطه من الخلطات ونعرف ونحكي فما انكا معناتها كونكري قريتها على عيني بالحكايه هذه غيان كو المراه مريضه مريضه مرض خايب وخذيت خلطه من الخلطات وصارت كومبليكاسيون ياسر خايب للامانه على الاقل تقول له راهو هاو الخلطه هذيا شنو اما استشير مختص واستشير طبيبك يا خويا رجع لطبيبك احنا حتى تو كيف نهبطوا حاجه ولا يبداو يسالوا دي كيستيون دونك نحاولوا الماكسيموم راهو هذا نحكيوا على مرض ولا حاجه كيما قلت انت ولا عشبه ولا اي حاجه دونك راك ماذا بيك ديما تشوف البروفيسيونيل دو سونتي راكو ديما هكا وحتى في الابليكاسيون تاعنا احنا باش نحكيو على الماكله باش ناثروا على الماكله مانيش باش نعطيو لا دواء ولا نقروا دي دوز لا حتى شيء لا مانيش نحكيو على كونسلتاسيون لا لا احنا جوست باش نلقاو القيمه الغذائيه نتاع لي فالور نوتريسيونيل نتاع الماكله وين ينظم واحد باش ما ينساش شنو زرق شنو زرق ولا قياس السكر نتاعو باش ينجم نهار اخر يلقى حاجه فسيل للطبيب ولا هذا هو المطلوب هذا هو بالنسبه لمريض السكري هذا هو اللي يستحقه اللي يستحقوا تنظيم ماكله اللي دوز نتاعو في وقتهم قداش زرق من مره باش ما ينساش باش ما ينساش فاش قاعد ياكل شنو يلزم ياكل شنو يلزم ياكل كو دوموند لو بوبل معناتها هو شنو يحب ما في السكري بركة ينضبط شويه هكا ويتنظم ويعمل شويه مجهود من لولا بعد تدخل في الريتويل نتاع نهاره معناتها تولي حاجه من النهار نتاعو من الكوتيديان نتاعو ولا احنا 11 و33 دقيقه طولنا في الموضوع قلبي عبدي قلبك يعيشك ميرسي يعطيك الصحه منال مراد نحكيو على ستارت اب سكري كنا نحكيو على مشروع تونسي يسمح بمراقبه مرضى السكري وينظم لهم نهارهم وماكلتهم وحياتهم ويحميهم من الخطر نتاع المرض هذا لانه مرض العصر معناه وافه لا تنتهي وهو هو الامراض المزمنه هي اللي ما عندهاش دواء هي عندها دواء ولكن نقعدوا نعيشوا بها اي فوالا يلزمك تعيش بها وفما الحالات نتاع السكر اللي ينجموا معناتها بالريجيم وكل شيء ينجم يتنحل يتنحل فما اللي خاطر فيه زاده ديزيتاب تيبدو جست في الاخر بالكل نحب نقول حاجه باش نعطيكم الشيفخ اللي احنا الشيفخ اللي احنا توين في تونس احنا تو 23% بيانتو شنوليو 25% 25% من التوانسه مرضى بالسكر هذوما اللي مشخصين معناتها هذوما فيما بالك اللي مش فايقين اللي مش ما نحكيوش على ما فايقين كيما نعاود نقول لكم اللي مرحبا بكم في مدينه الحمامات يوم 24 نوفمبر باش نعملوا كارافان دو سونتي سكرك انت المسؤوله عليه وعيك انت تنجم تسيطر عليه سكرك انت المسؤول عليه وعيك تنجم تسيطر عليه وتابعونا كما قلت لكم على سكري ولا سكري اب على ريزو سوسيو واستناو الابليكاسيون تلقاو اللين ان شاء الله غديك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه يعطيك الصحه منال مراد احنا 11:34 دقيقه بعد شويه باش نحكيو على مؤتمر في مجالات في مجال التكنولوجيا والمجال الفضائي تو نكتشفوا التفاصيل بعد شويه مع جواهر بكثير مكلفه بالاعلام بمؤتمر سبيس ستار احنا تو باش نخرجوا فاصل صغير ونرجع
انتم تسمعوا في اي اف ام بزنس مع ياسمين بنور على اي اف ام احلى راديو. ل 41 دقيقه مازلنا مواصلين معاكم حتى لنص نهار في اي اف ام بزنس، ونستقبل بالتليفون جواهر بوكثير مكلفه بالاعلام بمؤتمر سبيس ستارز. نحكيوا عن المؤتمر هذا، هو مؤتمر في مجال التكنولوجيا والمجال الفضائي، باش ناخذ من عندها اكثر تفاصيل وتفسر لي اكثر الحكايه. جواهر صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير ياسمين، صباح الخير كافة مستمعين إذاعة إي إف إم. مرحبا بك. خلينا ناخذ فكرة ساعة على المؤتمر، وسمعنا فضاء وسمعنا المجال الفضائي تفجعنا، يعني وين باش نمشيو بالضبط بالمؤتمر هذا سبيس ستار؟ وقتاش باش يصير وشنو اللي باش يصير فيه بالضبط؟ المؤتمر العلمي هو السنة نسخة سادسة، سبيس ستار. شنو نقصدو بسبيس ستار؟ سبيس ساينس، سبيس تكنولوجي، سبيس ابليكيشن، سبيس ريجوليشن. كل ما يهم تكنولوجيا الفضاء، علوم الفضاء وتطبيقات الفضاء وسياسات وقوانين الفضاء الخارجي. باش ينتظم في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس من 13 ل 15 نوفمبر. الفضاء المرة هذه باش معناها المؤتمر العلمي باش يركز أكثر على أهمية العلاقة بين مجال الفضاء والمجال الفلاحي. كيفاش يركز؟ كيفاش العلاقة بين الفضاء والمجال الفلاحي؟ جست أعطيني فكرة على العلاقة كيفاش تكون بيناتهم. من خلال تعزيز دور التطبيقات الفضائية، دونك استغلال البيانات، استغلال تقنيات الاستشعار عن بعد في المجال الفلاحي، بار اكزومبل في إدارة الموارد المائية، في القطاع الزراعي مثل الخرائط والكل. دونك هذاك هو الهدف، الهدف من المؤتمر هو محور، المحور نتاعو هو دور الادوات الفضائيه في مواجهه تحديات الدول الناشئه وسد الفجوات في اهداف التنميه المستدامه. دونك كيفاش نستفادوا من التقنيات الفضائيه باش ندعموا اكثر اهداف التنميه المستدامه، معالجه القضايا الراهنه، القضايا العالميه مثل الأمن الغذائي، الأمن المائي وتغيرات المناخية. واضح. به شكون المشاركين في المؤتمر هذا؟ الأطراف المشاركة شكون وشنو اللي صار بالضبط؟ هو قبل كل شيء فما يعني الجهة المنظمة وفما شركاء وداعمين للمؤتمر هذا، من ضمنهم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، المركز البحث وميكرو إلكترونيك إنانو تكنولوجي دسوس اللي هو قام بالدورة الأولى والثانية للمؤتمر هذا بتنظيمه، مدينة العلوم، الاتحاد الدولي للاتصالات، اللجنة الوطنية للفضاء الخارجي والعديد من الشركاء. دونك حاولت اللجنة العلمية للمؤتمر المتكونة من الأستاذ كمال بسباس والأستاذة زهرة ديلي شبعان والأستاذ رأفت شعبوني باش يكون يعني يكون برنامج متنوع ويكون متدخلين فيه خبراء تونسيين ومن الخارج. عندنا من دول مشاركة تونس، إيطاليا، فرنسا، مصر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية والسنغال. هذوما باش يكونوا ملمومين بين 13 و 15 نوفمبر. بين 13 و 15 نوفمبر فما متحدثين رئيسيين من ضمنهم دكتور محرز الزريبي، الباحثة الأستاذة رانيا التوكابري، بروف فرانسيسكو لونغو، دكتور كرم شكمان ودكتور بلال جاموسي ودكتور مهدي بنا والعديد يعني متحدثين الرئيسيين وكذلك خبراء باش يستعدوا يعني خبرتهم في مجال تكنولوجيا الفضاء. دونك البرنامج باش ينقسم لثلاثة أيام، كل يوم باش يتخصص المحور معين. دونك نهار الأول باش يكون فيه على تطبيقات الفضاء ومراقبة الأرض. جلسة المؤتمر باش يكونوا فيها متخصصوا للموارد المائية بعمق الأقمار الصناعية، باش يتم فيها عروض بحثية حول مراقبة الأرض وإدارة الموارد المائية، رسم خرائط الزراعة في وسط تونس باستخدام استشعار عن بعد، كيف تطرق البنية التحتية وتطبيقات الاستشعار عن بعد. يعني كما قلت لك تعزيز دور يعني الاستشعار عن بعد، تقنية الاستشعار عن بعد وتطبيقات الفضاء في القطاع الزراعي والقطاع الفلاحي، وهذا يضمن التنمية المستدامة.
بالطبيعة، وفي النهار الثاني باش يكون حول العلوم والتكنولوجيا الفضائية. نهار حكينا على نهار الاولى كهو احنا توا معناها. النهار الأول هذيك تطبيقات الفضاء ومراقبة الأرض، النهار الثاني باش يكون المحور حول العلوم والتكنولوجيا الفضائية، باش يكون في جلسة مؤتمر حول استغلال فرص الملاحة الفضائية في القارة الإفريقية، التحديات الجديدة في استكشاف الفضاء، تصميم واختبار الأقمار نانو ساتيليت الأقمار الصناعية، دونك والهندسة البحثية في الفضاء وأهداف التنمية المستدامة. واليوم الثالث والأخير بشكل محوري يكون حول السياسات والتشريعات الفضائية، الذكاء الاصطناعي والفضاء، كيفاش ما باش يتم يعني باش يحكي أكثر على الذكاء الاصطناعي لتحسين التحذيرات من الكوارث، التعاون الفضائي والاستدامة، باش يحكيوا على الآفاق الجديدة في السياسات التشريعية للفضاء، خاطر لازم يعني تكنولوجيا الفضاء عندها قوانين وتشريعات، والتشريعات هذه تخضع للتحديات، لازم تكون يعني أب معناها موالمة للتطور التكنولوجي. وفي الأخير باش يكون يعني الاحتفال بالذكرى 40 للجنة الوطنية للفضاء الخارجي، اللجنة هذه التابعة لوزارة التعليم العالي، باش يتم عرض أنشطة اللجنة الوطنية للفضاء، وهذا بدور إنه فرصة إنه إثبات القدرات التونسية في مجال البحث العلمي في مجال الفضاء، واللي هو يعزز يعني التعاون الاستراتيجي بين تونس والدول. من 13 ل 15 نوفمبر، دونك الدول اللي باش يكونوا حاضرة شكون هما؟ فرنسا، إيطاليا، مصر، المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، ومن تونس. باهي، باش نحكيو على مش باش نحكيو، هو الاكس الكبير هو نتاع ليفينمون هذا، هو اهميه علاقه الفضاء بالمجال الفلاحي باش نضمنوا تنميه مستدامه. باش يكونوا عديد الدول حاضره في المؤتمر هذا اللي اسمه سبيس ستار. يعطيك الصحه جواهر بوكثير، مكلفه بالاعلام بالمؤتمر، شكرا ليك. شكرا على الدعوة. يعيشك، مرحبا بيك. دونك الموعد نتاعكم من 13 نوفمبر من 13 ل 15 نوفمبر، مؤتمر سبيس ستار. احنا توا 11:48 دقيقة ويظهر لي حاضرة معانا. سيد المخرج، نبقاو فاصل صغيرة قبل ما ناخذوا مريم، فاصل صغير، ناخذوا فاصل صغير ونرجعوا. مازلنا معكم حتى النص نهار، ونستقبل بحذية في الاستوديو ما هي بالصوت والصورة مريم بوربيع، بريزيدونت دو لا تشوج، باش نحكيو على التحذيرات لتنظيم منتدى تونس العالمي للتونسيين بالخارج. باش نحكيو باكثر تفاصيل على ليفينمون هذا، شنو باش يصير. هو المرة الثانية، هي ليديسيون الثانية هذه اللي تنتظم في باريس على ما اعتقد، هكا ولا نحكيو على نهار السبت 9 نوفمبر في باريس. اهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بك، عسلامة. يعيشك، الحمد لله. محليها كلمة عسلامة، محليها كلمة عسلامة، باهية كلمة عسلامة، مزيانة برشا من فمك. دونك هات نبداو نحكيو شوية على ليفينمون، شنو باش يصير بالضبط، هذه الدورة الثانية اللي تنظموها في باريس هكا ولا؟ هكاك بالضبط، هذا اسمه كيما قلت انت منتدى العالم للتوانسه، نقولوا له تونيزيا جلوبال فوروم، سي لا دوزيام اديسيون. اما قبل هذا احنا ديما نعملوه نسميوه جراند فوروم، صافي بلوزيور اني نعملوه، وهذه سي لا دوزيام اديسيون. هذه المره الثانيه في باريس. في باريس في سيونس بو، كيما قلت انت سا فايتر دومان غدوة، ابارتيغ من 12 ابارتيغ من ميدي حتى السبعة تاع العشيه. نحكي دونك هذا شنو المنتدى اللي باش هذا يصير؟ اعطينا فكره انت من سيرتك، شنو اللي باش يصير في المنتدى؟ شكون الاطراف اللي باش نلقاوها موجوده؟ اعطينا فكره توينس، شكون اللي موجودين غاديكا؟ جمعيه بيتا لاتوج، بديت ناخذوا عليها فكره صغيره، معناتها قبل كل شيء هي جمعيه من شنو تتكون؟ الجمعية هي جمعية خريجي المدارس العليا في فرنسا، عندها 34 عام ملي تكونت، وتو عندها هذه
C'est principalement متكونة من لي بروفيسيونيل لي كادر اي لي ستوديون لي موجودين في فرنسا من الدياسبورا التونسيين في فرنسا principalement في باريس دونك اون اي بازي في باريس نعملو تو او لون دو لاني عندنا دي ايفينمون عندنا اون بانوبلي دي ايفينمون عندنا دي افتر وورك عندنا دي كونفيرونس ونحاولو ديما نغيرو تيماتيك وديما نحكيو على تيماتيك داكتواليتي موجودين انتر في فرنسا والا في تونس والا على ليشيل انترناسيونال عندنا plusieurs groupes, plusieurs clubs qui travaillent sur ces projets. عندنا par exemple un club qu'on appelle le club entrepreneur qui travaille par exemple pour sur des conférences sur l'entrepreneuriat, sur les startups tunisiennes, sur les actualités à l'entrepreneuriat, les innovations à l'échelle internationale. Pour revenir à l'événement, c'est principalement axé sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement ou les innovations aussi. Donc, il y aura un espace de networking, un espace de réseautage. مستدعين شركات خاصة شركات عامة فما لي زو ان جي اوسي دونك عندنا ان اسباس فين يكونوا لي ستوند تاع الشركات هذم على مدار ليفينمون سور تو او لون دو ليفينمون وفما ان اوتر اسباس بور لي ستارت اب انوفونت برينسيبالمون لي ستارت اب تونيزيان يورا اون ديزاين دو ستارت اب تونيزيان لي يكونوا موجودين في ليفينمون هذا نجموا العباد اللي تحضر في ليفينمون تنجم تحكي مع لي ستارت les partenaires. Donc, on a l'espace principalement. Donc, la BGTM, c'est le grand forum, le Tesnac Forum. Donc, c'est Dima, il fait le réseautage, il fait le networking. Il est chicoun hadr, bien sûr, il fait l'événement. À part الصوت يحقص قاعد شوية تسمع فينا مريم هكا اسمع فيك اي بي بيه بيه داكور نكملوا اي صافا اوكي حكيت لك حبيت نحكي على التابلو روند شنو نعملوا ان تابلو روند شي يكونوا فيها حاضرين سته بانيليست شي يحكيوا برينسيبالمون على لينوفاسيون فيغ على البيئه على الانفيرونمون على لي ديفي اللي تواجه فيهم تونس اكتويلمون كومون فير فاس ا سي ديفي نحكيوا باغ اكزومبل على البينوري دو لو على على plusieurs sujets qui touchent l'environnement ou les solutions qui sont en place actuellement que ce soit في شيتونس soit la العالم ككل la troisième grande partie فما une autre peut-être partie في ثلاثين ثانية انا partie تاع l'entrepreneuriat خاطر قلت لك يعني c'est principalement sur l'entrepreneuriat فما un concours d'incubation شكون موجود à la finale تاع concours هذا في l'événement donc il y aura 6 startups اللي يعملوا le pitch قدام un jury قدام le public il y aura deux gagnants de ces startups on va donner l'opportunité à le public pour voter à son startup favorite. دونك فما فرص بالنسبة لي ستارت اب يلقاو دي زانكوباتور بوتيت معناتها ينجموا يلقاو الحظ نتاعهم يلقاو دي زانفستيسور. يعطيك الصحة مريم لضيق الوقت سامحني وبعد إذنك لضيق الوقت باش نكملوا المكالمة. يعيشك مرحبا بيك. دونك دعوة انها من 13 ل 15 مش من 13 15 غدوة السبت دخلت بعضي في الأولى والثانية غدوة السبت باش تصير في باريس. كانت معنا مريم بوربيع بريزيدونت دو لا تشوز. نتمنى عيد ميلاد سعيد وعيد ميلاد مبروك لنادرة قامتلي خضار. كل عام وهي حي بخير ان شاء الله. كل عام وهي حي بخير بفضلها لصغارها ويفضلها ليهم وكل سنه وهي بصحه وعافيه وسعاده. احنا هكا 11:59 دقيقه وصلنا لاخر ليميسيون. نخليكم مع جيجي الاخبار اخبار الطقس وبعد ايميل طيب في الاخبار. يجيكم امين جلانزا في سبور شيك. احنا نتقابلوا نهار الاثنين بقدره ربي في نفس التوقيت في لامين. باي باي. IFM, la plus belle radio. IFM, météo.